مسطول. ايه ابيك الموضوع وركزي معي. انا اللي ابيك بموضوع. انا اللي ابيك بموضوع سمعي. شنو عندك؟ جايين اليوم وانت لازم ما تشوفينهم. سمعي الكلام. نعم. ايه سمعي الكلام. ليش ان شاء الله؟ يمه سمعي الكلام لا اوريك وجهي الثاني. خليني معاك كذي بالطيب. يلا روح دشي داخل. يلا. انا اسمع كلامك انت. انت تدري منو اللي اليوم جايين؟ ذهب فلوس. انا ذي اللي بسمع كلامك راح اروح بداهيه. يمه سجن انا مسطول بس المثل يقول خذوا الحكمه من افواه المساطيل اللي مثلي وشرواي. سمع كلامي يلا داخل يلا. حلوه حلوه. انا اخر عمري اخذ الحكمه من واحد غبي ومسطول. بعدين شنو هذا؟ قله الادب هذه. هذه اخر تربيتي فيك. تربيتي انت ربيتيني اصلا.